سم يا في جنازه عندنا قبل امس طلع عمرك. ايه نعم نعم معك اسمع، ما هو سؤالك تفضل. وفاتتنا صلاة العصر ولقنا مصلين على الميت وصلينا صلاة الميت الله يطول عمرك قبل العصر. العصر ايوه. طيب شكرا لك. طيب هذا الأخ سعيد يقول دخلنا إلى المسجد في صلاة العصر وهم يصلون على الجنازة ونحن لم نصلي العصر، فدخلنا معهم بصلاة الجنازة أولا، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك. نعم.